فقرة تانية عن تلميحات الحب. يعني يقال كده ان الرجالة بتاخد وقت حوالي 97 يوم عشان تعبر بحبها للست، بص، والستات بتاخد حوالي 139 يوم. انا ما اعرفش ليه مش 130 مش 140 139، ده في دقه غريبه. فدي دراسه من الدراسات، ما هو بقى الدراسات بقى اللي انا بصرف لها، يعني ليه 139 يوم؟ اه هي معلش بقى كمان وليه 97 يوم؟ احنا في اليوم ال 40 يعني ليله ال 40 بنعتبر بقى ليله ال 40 بنندم ان احنا اتربينا مثلا. بس هل دي حقيقه ولا ده كلام؟ ده حقيقي، ده حقيقي طبعا. 139 لا ما اعرفش الايام، ده موقع هيلث لاين هو اللي قال كده، لكن انا ما اعرفش طبعا كام يوم. بس اللي انا اعرفه ان البنات بتعترف بحبها بتاخد وقت كبير قوي على ما تعترف بحبها. الرجاله متسرعه شويه بمشاعرها وبيبقى عايز يضمن اللي قدامه، وبيبقى عايز يعبر. بس دي قاعده يعني اساسيه؟ ما اعرفش، مش قاعده اساسيه، بس معظم اللي حوالينا دايما بشوفهم كده. البنت بتاخد وقت كده على ما تبقى مش بتاخد وقت، متاكده من مشاعرها يعني، فاهم بقى وكده، وانت اللي تبادر بقى وتبدا. مش وانا اقول لك هفكر بقى واشوف. مش تقل، ادينا بنهزر يا نوران عادي يعني. انا اصلي انت مش فاهمه، نوران جايبه الموقع والدراسه وال139 يوم انا ما قلتش 139 يوم، انا قلت ان هو فعلا احنا بنتاخر قوي على ما نقول الكلمه دي. انتوا على طول بتدلقوا مشاعركم كده، بس بترجعوا في كلامكم بسرعه. احنا ما بنرجعش كلامنا بسرعه. اقول لك على حاجه، في بنات على فكره بتبقى متسرعه، يعني في ناس كتير قوي اعرفها، يعني مش بقول انه ده الاغلبيه، الاغلبيه انه البنات هي اللي بتستنى وبتتانى والحاجات دي، بس في بنات لا، بتبقى ماشيه بتحب على نفسها، فهي بتقول بحبك ومش شرط يبقى حب بجد يعني. ففي ده وفي ده. ماشي اوكي. بس وهي الدراسه على فكره قالت كده، قالت انه في بنات يعني في ستات ممكن يعبروا عن شعورهم او مشاعرهم يعني في وقت اقل من اللي بقيه الستات بتعبر فيه. بس انت مش متفقه معايا في فكره ان الراجل بيعترف بمشاعره بسرعه قوي وبيرجع فيها بعد كده، او مش بيرجع فيها، بيبدا يحس لما اللي قدامه والبنت اللي قدامه بدات تلتفت اليه او تحبه او تهتم بيه، اول ما الموضوع يدخل في الجد بيبدا خلاص ضمن ان هي خدت بالها منه، ضامن ان هي بتحبه، هو حقق فبيبدا التارجت. بقى يبقى فيه برود في المشاعر. حقق التارجت بالظبط. اللي هو وصل لغايته، ان انا بقى يعني قلت مثلا بحبك، فخلاص عملت اصعب حاجه او حاجه زي كده. بس انا بشوف اني اللي احسن من الاعتراف بالحب هي الفتره دي بقى، الفتره اللي هي قبلها. التلميحات. يا سلام. يا سلام. الفليرتيشن. المكالمات. يا سلام. ولا استنى بقى، روحتي؟ اكلتي؟ طمنيني عليك. فطرتي؟ لا ما تنزليش وانتي ما فطرتيش. اجيب لك فطار؟ اجيب لك اكل؟ ولو هو ساكن مثلا في مصر الجديده وهي في زايد، يجي لها زايد عشان يوصلها 6 اكتوبر. بعد كده يقول لها لا عايزه تقابليني انزلي لي. بالظبط. اول ما تدخلي باب البيت تبعتي لي تاكست على الواتساب، لو اتاخرت شويه ما بعتليش ليه؟ طب عادي. لا بقول لك ايه، انا قلقت عليكي. طمنيني عليكي اول ما تصحي عشان السرير فيه حفره طبعا. ممكن يصحى هو. لو قاعده شويه في البيت مثلا وتاخرتي ان انت تاكست هم يعني عليكي. لا طب ما انا قاعده في البيت. لا انا لقيت عليكي افتكرتك تعبتي ولا حاجه. يا سلام. بس ده ملزق قوي يا خطيب. لا ده اوفر، ده بصراحه اوفر. خلاص ما تعطيش. فين الايام دي؟ خلاص يا نوره ما تعطيني. لا ما تعطيني، انا سايبه الايام دي بالكتير. طب قولي لي على حاجه، انت اعترفتي على طول ولا اكرم راح داخل اعترف؟ لا هو اللي اعترف الاول. طب يا عيني غلبان، يبقى الدراسه صح. لا هو قدم الورق يا عيني، سحبوا منه الورق قبل نص الوقت. لا يعني وبعدين هو بعد ما اعترف وانا جيت اعترف قام قال لي لا انا حاسك بتقولي لي مكمله. بس انت اعترفتي بعدها بقد ايه؟ في نفس الوقت عشان نخلص. يبقى انت كنت بتجامليها نوره اكيد. ودي اخرة المجاملات، بتقلب الجواز. بتقلب بجد. لا بس هو فعلا في جزء كبير من الدراسة صح، فكرة انه الراجل بعد شوية وقت مش هقول انه لما بيضمن فكرة انه الست معاه، بس احساس ان هو ايه اطمن ان هي خلاص موجودة، او اطمن ان هي خلاص بتبادلوا نفس الشعور، او ان هي وافقت، فتحسي بقى ايه اللي هو بيهدى كده ويركز ويعقل وخلاص، كل التصرفات اللي كانت بتتعمل ما بقتش موجوده، وتحسيه اتنقل مرحله تانية مع اننا لسه في نفس المرحله، احنا لسه في مرحله الحب. بس هو ضمن لان انت اعترفتي. هقول لك انا شايفاها مراحل يعني، هي كل اعتراف في حد ذاته عقد. كلمه بحبك دي عقد. الله يرحمه الاستاذ احمد زكي.
انا شايفه ان هي مراحل يعني، يا ريتها عقود غلب. اه يا ريتها فعلا كانت عقود. لكن هي بحسها انه في الاول الراجل بيعمل مجهود كبير قوي قوي عشان يلفت نظر البنت اللي قدامه. خلاص هي قالت، بيبدا برضو يهتم بيها شويه يعني، واحده واحده كده يقلل اهتمامه. على فكره ولا شعوريا، هو مش بيبقى قاصد، هو خلاص ابتدي دي غريزه الرجاله كلهم. بعد بقى انا شايف ان انا قاعد في النص عمال اتلطش وتقول لك دي غريزه الرجاله، والتانيه تقول لك اعترف مش عارف ليه كده. ما انا ما كملتش المراحل. لا كملي، ما كفايه طبعا كمل بس.